بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي وبناتي طلبه وطالبات المرحله الابتدائيه والصف الثالث الابتدائي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده باختصار شديد جدا هنعرف الفرق بين التاء المفتوحه والتاء المربوطه والهاء. حبيبي انت بنحط ضمه على الحرف الاخير وسكون، يعني لو قلت حوت بالسكون حوتن بالضمه او بالتنوين بالضمه. لو نطق التاء وتاء يبقى بالتاء المفتوحه على طول. تاني، حوت حوتن، نطق التاء في الضمه او في التنوين وفي السكون يبقى تاء. زي ايه؟ زي ايه كمان؟ حوت حوتن، توت توتن، وهكذا. مسؤوليات مسؤوليات، هنا دي التاء وتاء يبقى بتاء بالمفتوحه على طول. لو نطقت هاء وهاء يبقى بتكتب بالهاء. يعني مثلا لو قلت ايه؟ لو قلت كتابه كتابه يبقى بالهاء. مدرسته مدرسته، ديت بقى مدرسته مدرسته، دي برضه بالهاء. قلمه قلمه بالهاء. لو هي نطقت بقى تاء يا مروان في الضم وهاء في السكون تنطق بالتاء الايه؟ تكتب بالتاء المربوطه. يعني انا قلت المدرسه نطقت هاء ايه؟ المدرسه تنطق بالتاء، يبقى هي بالتاء المربوطه. تاني باختصار احنا بنحط ضمه وبنحط سكون، بنحط ضمه وبنحط سكون. حوت حوتن، نطق التاء في المرتين يبقى بالتاء المفتوحه. توت توتن، نطق التاء في المرتين يبقى بالتاء المفتوحه برضو. انما لو نطقت هاء في المرتين تكتب هاء، يعني كتابه كتابه، مدرسته مدرسته. لو نطقت بقى تاء مره وهاء مره يبقى تنطق بالتاء الايه؟ المربوطه. يعني لو انا قلت مثلا شجره شجرته شجره شجرته، نطقت بالايه؟ بالتاء مره وبالهاء مره، كتبت بالتاء المربوطه. عندنا كمان المدرسه المدرسه، نطقت هاء وتاء يبقى بالتاء المربوطه. عندنا كمان توت توتن، يبقى نطقت تاء وتاء يبقى بالتاء الايه؟ بالتاء المفتوحه. حوت حوتن، نطقت تاء وتاء يبقى بالتاء المفتوحه. عمله عمله، نطقت هاء وهاء يبقى بالهاء. حياه حياه، نطقت هاء مره وتاء مره يبقى ايه؟ يبقى بالتاء المفتوح المربوطه. عندنا صعوبه صعوبه، يبقى بالتاء المربوطه. صعوبات صعوبات، بالتاء المفتوحه، وهكذا. جده جده، بالتاء بالهاء. كتابه كتابه بالهاء، وهكذا. يعني مختصر الكلام يا سلمى ان احنا لو قلنا كده هاء وهاء يبقى بتكتب هاء، يعني كتابه كتابه. تاء وتاء بتكتب تاء. حوت حوت بتكتب تاء مفتوحه. تاء مره وهاء مره بتكتب بالتاء المربوطه. تعالى لما نشوف الامثله كده، اول كلمه دي صوره كتكوت. كتكوت انا مش عارف احطها في التاء المربوطه ولا التاء المفتوحه، فبعملها سكون مره وضمه مره. كتكوت كتكوت، اتنطقت في المرتين ايه يا رتاج؟ تاء مفتوحه، يبقى هي بالتاء الايه؟ المفتوحه. اهي كتكوت كتكوت، بنكتبها بالتاء المفتوحه كده. عندنا بكره، قول يا بلال. بكره بكره تو، يبقى بالتاء الايه؟ المقفوله، اسمها التاء المقفوله. اهي بكره بكره تو، التاء المربوطه تاء مربوطه. ماشي، قول يا منتصم. عندنا حوت، نعملها ازاي؟ حوت حوت، اتنطق التاء مرتين يبقى ايه؟ بالتاء المفتوحه. حوت حوت يبقى بالتاء المفتوحه. قولي يا جويريه. شجره 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 تو، نطقت هاء مره وتاء مره يبقى بالايه؟ بالتاء الايه؟ بالتاء المربوطه. شجره شجره تو. ده المختصر المفيد بتاع الفرق ما بين التاء المفتوحه والتاء المربوطه. شكرا لحسن استماعكم، وفضلا وليس امرا يسرنا انضمامكم لقناه متحف نصير التعليميه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.